السلام عليكم صاحب يال سدو هذا ومرك ليو مقالك وحرم مقالك عن قوة أنت أقول الجريم هذيت هاي مرك قوة وشنا كان عداونا يسوع مسمينا مقال وسوا جارب على كعصنا ياسين حيس له إن قصة برتقى من نقطكم النان كنا سمر كان وحرم هدي أرجوك تاني أدا وما سمح وحوص عنا وبدي سمر كان عن كتير الهين بقولكم وحرا يا نهاري مركا أنا هذي داونا وحنا جاهزين أوكي إن ما أنتوا حيني وذا مقال هم تريا بيسوتو وقال كان قوضه وكان للضعب روابي السلام أصحابتي طمان كل فيديو كان معرتي أدو أن أنا واحد كل شيء جاي ملحن أدو أن فكر وهي كعكس صباحهم عنا رأي جاي كده يبو كومنتيجا وأوجه دتك قار سقل دم بوح أفه مايان سقل دم بوح أسو قرايان قف والبو مارسو مالد معرتي أن هرت أن دتك شو ذا رأي معها لايك كوبا رأي جود معنا رأي حن ما نجاب أن كلي أنت وناك جعل ونسود ويني يا أنت أو لكن أيضا حمانت جعل حمانت قفك بالآدم كرادية أما أنا يا حمانت إذا حتى رادي ما أرتي لفت الكوضة دي ولا لصو ماليات أن وحن ليا إله دي سوها ويكن وحن إلى هذا آدم كوة تيك توك استعماله آد بي أقرانيا ويكن سيدا حدا مقالك ساكت ده هنكرتوه مس هذا الكي سقاب كودي يمعنا أكفها مكرتو وين ذا بجيف واني سوماليت فنتي سومالي ولي ما يقول عامة هساعة لكن يسوع حال ذاك اللي دون صوت علي أي ما أنت وحي منها نفسي ديسكو أرسطي إن هالكا أو جيف سواها مركو إيش بدي نسا أو عسلا ده هاي ورنين كان يسوع منا عانة أو سليبيا أو قفل جرنيا oo maanta qof kasta ka soo horbax oo garanayo maxaa binaa tahay sababta ka dambeysa inuu dalbijiif noqdo kulay waxay la tahay in dhaqankiisu halka uu geeyo wiilkan hadda ka hor gabar Soomaaliyeed ayuu qabay oo liidahda Amira hadda binaa in cadaan baa qaba laakiinse wiilkan in mudayis suudeen way is qabeen iyagoo lamaana ay baraha bulshada liba aalad ila TikTok ay soo gelin jireen dadkuna halkaas inta badan ku bartay ويلكن دي قاعدة ويسكو دعين قبل دي وحكو السميي إنو يراهدي أنيو ما دام مشان سنة أنكو قبي آدن دلينين وحكا عصان يا إن إنا دي أنكو فرو إسلام أركانا دي الدون كان الله سبحانه وتعالى ويني لنكا ستي ميشرو حكا قلو أو دبينتي يدلو قاعدة آد أو حمتهاي أيو قوانكا قاتل ونكتك إنتا مركو حكو سيدر حمانتا قاعدة أو جيسي أو يدلو أباهن وكتكي إن هذا هو كسمي إن هذا جروه في لقديم ما عليك استجواد لايف كسر فرنتي وعجلي وولالكي واني سوماليت كم تدقني لكن واحد واحد ويان إن قرح بنت قف إلى حسوسيو قلدت اسمك على كسمي because حتى هذه أوش شيء إنه نين كان سجع قلدت كسمي تعصر حتى كوز جلسوا حتى يكرن إن ما درجفون واحد ويان وإن أوش شيء إنه سمعنا قلد كيسو أصح جواد ما أنت ومرو نين باقوا قال المسلم نكا وحو يهيو عبدان واي لكن اسايا وطالة وهلا يدو طالب لكن نكا واحق روح بدل مؤوس السمين نفسي مركا ما انت حال كاسو لغي ادنو هدي مغال كي يكسو قارو وحام قولي هاي نفسي وسيدي سو دين باسدا حساعة تي لكن شلي واحا سميسي ما انت ميري دو قرميسا هدا هناك سميسي وهناك جيبعنا ميل في عمبا كتيق الهد هدي عمان سميسينة tan maanta ku haysto ama dhici lahaa doon sawax markan muqaalka wiilkan aan igu soo qaato waxa kamid ah tabjiif maanta anagu waxa bilaabnaa inaan soo kordhineyo laakiin waxa la doonayaa waxa weeyaan oo dadka u qurux badan tahay in laga jaahil bixiyo qofka markuu sameeyo ficil yahay runtii dadka qaarna ay ku taageeraan dhibaato far badan baa dhicaysa nimanka maanta daawanayo mise dhalinyarta maanta daawanaysa isla markaana lamaanaha aamisa xaasid qabaan runtii ku haminayaan in ina haaskooda jacayl ay ka tagaan haaskooda isla markaana jacayl hadii doonaa inay ka tagaan ogaada inay jiraan cilada fara badan oo isla markaana ugu dambeyn noloshaada ku soo food saari doonto hadda maanta wiilkan Italy ku nool yahay waa darbijiif amna uu ogol inaa Europe iyo nolosha ka dirtay sida inaa u qaabaran tahay iyo micnaha hadii waan garan karnaa oo tuugada iska badan tahay ee miciishada halkaas ee aad iska adag tahay oo qof inaa darbijiif runtii عدي سهام مرتين بعكرنيسا أدو على تهاي حساعة ما أنت هالكاسو دور بديا هدي مركانين كنا سيا
aadan maanta dii gabadh soomaaliyeed maanta ay jeclaan lahayd ragnimo ahaan hadday ku qaadan lahayd dhineed maanta kan haddaa guursato wuu ku anfacaya haddii dhihi lahayd hal arrin baa jirto aysan u dhixinin taasoo ah waxa maanta shashmidaa ka yaalo isagoo ka sheekeynayo xubinta taranka islamarkaana xaaskiisa hore ayuu inaa muuqaaladiis meel kasta yaalaa oo gabadha markii aragto muuqaalka ninkan iyo xaaskiisa uu caanayo iyadu dhowr tilaabo ayay dib u degaysaa inta badanna shashmidiyaa dad ku jiraan haddii maanta hadal gef aad ku hadasho wax kaa tago waa suukaaga tagan haddii adigu nafsad ahaantaada muuqaalka baahinaysay duubaysay soo boostgareysay lacagta ka raadinaysay haddii xitaa ay dhacda inaad ka dhibad gareyso waxaa laga yaabaa 10 sano mise 20 sano ka bacdi in muuqaalada dib loo daawanayo oo micnaha ee haatan soo baxay weliba dad micnaha laafafka duubo dad micnaha xumaanta qofka intay idhiti garayaan islamarkaana dee meelaha soo gashanayaan marka waxaad meesha ayada ka taalaa micnaha reference ah in micnaha qofka asaga uusan gabar kale aysan guursan karin oo gabadha u dhowti nolosheeda u cabsanayso oo haddii ninkan maanta derbijiifka ah aad halkaa ka soo qaado gurigaada aad keensato biri siduu shalay amiir u caayay una bahdilay waa adigu kuu bahdilaya kuna caanayaa taas marka dumarkii oo cabsa fara badan dhankiisa ka muujiyeen maanta halkaasuu jiifaa waa ninka arkaysay islamarkaana duruufta adag ku jiro runtii dhafoorkaa leh waxaan leeyahay marka runtii oon aad u qurux badnayn in la sameeyo xumaanta qofka markay iskugu aadan tahay inuu alla subxaana watacaala ilaaqaad la yeesho oo runtii dee waxyaalaha la faray sida salaada oo kaleeto soon kaleeto waxyaalaha sunnada inuu sameeyo isku qurux badan tahay haddii xitaa aadan samaynaynin caqaabaha ka dhalan karta ayay ka mid tahay haddii marka maanta jiro maraykan canada mise africa haddaad joogtabo mise adduun kaleeto waxaan ku leeyahay hawiyaan waa in alla subxaana watacaala isku xirto kan alla ka cabsina alla imaato sidoo kaleeto waa inaad iska ilaalisa khiyaanada khiyaanada runtii ma qurux badno dee wiilka hadda waxyaalaha dhiigka nagu korsada waxa weeyaan dee u xadidta inuu xaaskiisoo jeclad oga tegay ma dhalayso isagu maanta xaas ma haysto nolol ma haysto guri ma haysto halkaasuu ku sugan yahay gabadhii uu qabay ee guriga lahayd ee sharciga lahayd ee islamarkaana dirabtay in micnaha sharci u qaadanen wuxuu oga tegay ma dhalaysid dhalan la-aan buu oga tegay isagu maanta ka halkaasuu jiifaa marka aadan waxa ku dhaco kaleeto runtii waa runtii dhacdo aada u fool xun islamarkaana ku dayasha muda waxaan leeyahay taxadir fara badan muujiya sidoo kale qofka waqtiga micnaha uu dee dacadku yahay ku jeclaya garabstaag aad baa saaxbiyaan u mahadsan tihiin sida qurux badan ismarkaana ay dawataan iguna xirantihiin hadday tahay markuwaad oo jenaalkan aad soo booqatay si naxariis leh waxaan ka codsanaya inaad ku sabirtaan oo ka mid noqotaan kumanaan kuna ismarkaana igu xiran haddii aad u jeetana aad aa u mahadsan tihiin.